السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. صراحة أنا يعني بعد ما فكرت بالموضوع بدي أغير ال يعني إيش نسميها الخطوات أو الإجراءات علشان نعمل IP version 6 network. في شوية شغلات بدنا نغيرها ونورجيكم كيف عملية إنه يعني نعمل static routes، يعني نعمل أشياء ثانية بعد قبل ما ندخل ب ب اللي هي الاو اس بي اف والاي اي جي ار بي والبي جي بي والاشياء هاي. ف اللي بدنا نعمله انه نضيف نضيف ثلاثة ثلاث راوترات، وحكيت بالنسبة الى السويتش تأكد انه موجود على نفس الجي ان اس 3 في ام لما بدك تضيفه، وهاي واحد ثاني كمان الجينس 3 بي ام. طبعا ببين معك هون كمان اذا على الجينس 3 في ام شغال ولا لا. كمان لما بدك تضيف الفي بي اس هو مباشرة بنضاف على اللوكال سيرفر، ف يعني ما راح تواجه مشاكل فيه ان شاء الله. يعني أسهل لي 1-1 أسهل من ناحية بس كتابة على الكيبورد، مش شيء يعني. وهاي 3 بيبقى عندك، تحطه هون، هيك بتكون شبكتنا يعني اكتملت. طبعا بالنسبة للأرقام هاي بتقدر تشيلها بس ما بتأثرش عليك، عشان هيك يعني بس شوية ترتيب. تمام، طبعا خلينا نحط شوية شبكات. فمثلا عنا هاي راح تكون 2000، بعدين من 1 لـ 2، وراح تكون عنا سلاش 60 64. لو اجيت هون هاي بدنا نخليها 2000 2 3 سلاش 60 64. كمان هون مثلا، بس هون نغير شوي، خلينا نعطيها 2001 مثلا 192.168، نفس ما كنا نعمل بالاي بي فيرجن 4، وهاي 60 64. تمام، هذا خلاص كله دوبليكت. طيب شيلو حطه هون. تمام، و تقدر تعدل هون. طبعا خلينا نعملها هاي مثلا 2. تمام، بصير عادي ما في مشكلة. او لا، خليها هاي بما انها راوتر 1 خليها 1، وهاي بما انها راوتر 3 نخليها 3. تمام، بس عشان ما نتخربط اسهل لنا دائما خليك منظم عشان ما يعني تتلخبط لقدام. شغل واحد واحد علشان كمان يعني شايفين بروسيسنج هون، بروسيسنج يونت بصير 33 كذا، بس لحتى ما يرجع لواحد او 3%. بعدين نشغل راوتر 2، بعدين تشغل راوتر 3 وهكذا. فيرتشوال بي سي صراحة ما بتاخذش يعني بروسيسنج يونت كثير، عشان هيك ما يعني ما شغل قد ما بدك، عبارة عن برنامج بسيط جدا. طيب آخر واحد،
طبعا هذيك المرة كنت قاعد بفكر انه يعني ليش مثلا مش منتشر لينوكس كثير يعني بالعالم العربي، لكن يعني صراحة يعني نقلة من الويندوز للينوكس صعبة كثير، لأنه مفاهيم كثيرة فلسفة اللينوكس صعبة على الناس. يعني أول إشي راح يسألك وين الماي كمبيوتر، وين السي، وين الدي، وين الكذا، هو راح يتلخبط على الاخر يعني. وبعدين مثلا بحكي لك وين اللايسنس نم، وين السيريال نمبر او اللايسنس تبعت هاي ال شو اسمه يعني السوفت وير او كذا. ف يعني ما بيعرف انه مثلا في اشي اسمه فري سوفت وير او يعني فري لايسنس، او انه ما فيش اصلا لايسنس بالاصل، يعني كله اوبن سورس فري سوفت وير. يعني هاي مش واصلة فعليا بالعالم العربي، او مش واصلة، في يعني اطراف بتحاول ما توصلها نهائيا للعالم العربي. شايفين انه هون عنا ايثرنت 1.1، ايثرنت 1.1، ايثرنت 1.2، 1.2، واخر اشي الفيرتشوال بي سي. خلينا نشغلهم كمان فيرتشوال بي سيز، خلاص ننقلهم لهون. هاي فيرتشوال بي سي ننقله لهون. طيب اول شيء طبعا انت بتعرف انه اول شيء لازم تعمله لما تكون تشتغل على راوتر اي بي فيرجن 6، فانت لازم تعمل اي بي فيرجن 6 يونيكاست راوتينج. لكن مش راح نورجيكم شو قبل ما تدخل العملية هاي. ف لا يعني لو انا هسه فرضا حكيت له انترفيس ايثرنت 1/1 وحكيت له الاي بي فيرجن 6 ادرس، بعدين حكيت له 2، بعدين 1.2، بعدين 2/60/64، لا هو 1 هو مش 2. بعدين حكيت له نو شت داون وعملت اند. وبعدين هون حكيت له شو اي بي فيرجن 6 ادرس، لا ايثرنت او انترفيس. فانتوا شايفين انه هون هو فعليا اخذ اللي هو انضم لكل النودز، بس هو راوتر وين التو، مش لازم يكون في عندك اول راوترز. هاي تبعت المالتي كاست دومين نيم سيرفيس، وهاي تبعت هي 001 او هاي تبعت ايش مش عارف صراحة، لكن هاي تبعت ال associated node multicast. طيب خليني ادخل مرة ثانية واعمل configure terminal واحكي له IP version 6 unicast routing ونعمل end ونعمل show مرة ثانية. شايفين الان ظهرت عندنا اللي هي all routers، هي مالتي كاست جروب تبعت الاول راوترز. اي شغله يعني مبدئيه. كمان بدنا نعمل كونفيجريشن للانترفيس، انترفيس ايثرنت 1/1/3، وكانت عندك اي بي فيرجن 6 ادرس اللي هي 2001.192.168.1، وهاي راح تكون 1/60/64. احنا هيك اتوقع هنا تمام. طيب 60/64 ولا تنسى نو شت داون. فاحنا عملنا نو شت داون بالاول، نو شت داون وين. تمام هاي الاجراءات اللي انت لازم تتبعها.
طبعا بما انك انت شغلت ال اي بي فيرجن 6 ادرس، لو اجيت هون على بي سي 1، بي سي 1 اللي هو مشبوك عندنا على السويتش، والسويتش مشبوك عندنا ايثرنت 1.3، وحطينا الاي بي ادرس وحطينا هون 1 اللي هو تبع ار 1. فلو اجيت هون حكيت له اي بي، لكن هون ذكر انه ما في اي بي فيرجن 6، يعني لو حكيت له هون اي بي فيرجن 6 بال فيرتشوال بي سي يعني، فهو مش راح يعطيك ولا شيء. لكن لو حكيت له اوتو، شايفين هون attempt to obtain IP version 6 slack stateless auto configuration. stateless auto configuration. طيب مباشرة بياخذ عندك ال IP. خلينا ناخذ هاي لهون، نعمل كوبي ونعمل بينج ونعمل في. خلينا نعطيها 1 فول ريتشابيلتي. طيب احنا بنقدر نوصل للانترفيس تبع الراوتر. الان هون بدي اللي بدي اعمله اني بدي انتقل لراوتر 2 وبدي احكي له كونفيجر تيرمينال ومباشره اي بي فيرجن 6 يونيكاست راوتينج عشان نشغل الانجن تبع الراوتينج تبع الاي بي فيرجن 6. نحكي له انترفيس ايثرنت 1/1. الان ايثرنت 1/1 هو المتصل مع 1/1 و 1/1، ايثرنت على ار 2 وايثرنت على ار 1. معناته هذا بده يكون اي بي فيرجن 6 ادرس 2000، بعدين بدك تحط 1/2، بده يكون هو عباره عن 2/64 ونو شت داون. كمان في عندك اللي هو الانترفيس اللي مشبوك مع ار 3 وعباره عن اي بي فيرجن 6 ادرس، لكن هون راح يكون عندك اللي هو 3 فقط، هذا هو كل اللي بده يتغير عندك ونو شت داون. هيك انت عملت كونفجريشن لهي. واذا بتحب بتقدر تعمل شو اي بي فيرجن 6 اد راوت، وبتلاحظ انه في عندك الان صار في عندك كونكتد وحده. كمان هاي تنزل عندك مره ثانيه لوكال اللي هي الاي بي ادرس تبعك، وهاي كونكتد اللي هي مع الراوتر 3. هون بورجيك اللوكال اللي هي مشبوكه معك. اخر شيء بدك تعمله هو تعمل بينج 2000، بعدين 1/2 مثلا لو حكيت له 1، ولو حكيت له لا احنا ما عملنا كونفيجريشن ار 3، فلو عملت بينج ما راح ينجح معك البينج. كونفيجر تيرمينال. طيب قبل ما نعمل كونفيجر تيرمينال خلينا نيجي هون نعمل ستارت كابتشر وخلينا نعمل اوكي. ليش انا بدي اشغل الكابتشر؟ عشان بس اورجيك شويه امور، اورجيكم كيف هو مبدئيا ببعث رساله انه طبعا هنا هو الراوتر بعث، يعني الراوتر ار 2، مرحبا بذكر الله، هاي اذان العشاء. راوتر ار 2، الله اكبر الله اكبر. راوتر ار 2 هو قاعد ببعث لار 3 بس ما بحصل على رد. طيب اللي راح اعمله هو التالي، راح اجي على ار 3 واحكي له اي بي فيرجن 6 يونيكاست راوتينج، واحكي له انه انترفيس ايثرنت 1/1 1/1/2 المشبوك مع ار 2 اي بي فيرجن 6 ادرس 2000 و 2/3، وهو عبارة عن 3/64. وكمان في عندك اللي هو 3 والاي بي اي بي فيرجن 6 ادرس، اشهد ان محمد رسول الله، اي بي فيرجن 6 ادرس 2001 192 168.2.3 وهو عبارة عن 3
64 ونو شت داون. كمان احنا ما عملنا نو شت داون على الانترفيس ايثرنت 1.2. ننتقل ل الباكيت كابتشر وبس. احنا ناخذ شويه بس باكيت كابتشرز بعدين نعمل له اوف ونلقي نظره. بما ان عملنا يعني كل الكونفيجريشن بس خلينا نعمل بينج لار 3 عن طريق ان نحط ار 3 وعندنا فول ريتشابيليتي. بشوفكم بالفيديو القادم. شكرا لاستماعكم، السلام عليكم ورحمه الله.